ياسر، انت كان اسمك مطروح في الحلقه اللي تم الغائها للاستاذ يسري فوده، انت كنت ضمن الضيوف. كانت الحلقه فيها ياسر رزق، علاء الاسواني، وعلى ما اتذكر وابراهيم عيسى. طيب ايه معلوماتك عن هذه الحلقه؟ معلوماتي ان اتصل بيا الاستاذ صديقنا العزيز جمال الشناوي رئيس تحرير قناه دريم، وقال لي يسري بيحاول يتصل بيك علشان البرنامج بالليل تيجي قناه اون تي في، وطلب مني ان يعني قال لي يسري انا عندي مشكله في الموبايل اللي قلت لك عليها وبشيل الحته دي منها يعني. المهم اتصلت بيسري ودعاني للحلقه، وطبعا تقديرا ليسري وانه صديق عزيز وانه زميل دفعه وعشره عمر، رغم ان يوميها كان اغتيال القذافي، تعرف طبعا ده يعني حدث ضخم. ويسري قال لي ان هيبقى معانا ابراهيم عيسى وهيبقى معانا الدكتور علاء الاسواني، هما الاثنين اصدقاء اعزاء، وهيبقى موضوع الحلقه عن الحاله الاعلاميه او التناول الاعلامي لمجريات الاحداث، والتعليق على الحوار اللي تم بين ابراهيم عيسى ومدام منى الشاذلي مع اثنين من قادات المجلس العسكري اللي هو العصار واللي هو حجازي. فوافقت، بعديها بساعه اتصل بيا صديقنا يسري وقال قال لي ياسر انا مش هطلع في البرنامج النهارده. قلت له انا مش جاي، لان جاي عشان خاطرك. قلت له في حاجه؟ قال لي هنبقى نتكلم. اتصلت بجمال الشناوي وفهمت ان في مشكله مع اداره القناه. فوجئت بعد كده في اليوم التالي ان محاوله الزج باسمي وان يعني الايحاء في اخبار غير ممصدره وتويتات موجوده على النت ان انا كنت بمثل وجهه النظر الاخرى اللي هي وجهه نظر المجلس العسكري. اتضايقت وبعدين قلت خلاص يعني ما مش هرد. وبعدين بالليل حد من زمايلنا قال لي الدكتور علاء الاسواني كان بيتكلم وقال كلام كويس عليك وقال ان انت كنت برضو بتمثل هتمثل وجهه النظر الاخرى، فطلعت في نفس البرنامج مع زميلتنا جميله اسماعيل على قناه النهار. كلامي مؤدى الاتي، ان انا مدعو من يسري ومش مدعو من اي جهه اخرى، ولا اعلم ان في اي احد اخر طلب اسمي ولا اظن. نمره اتنين، انا حينما اتحدث فانا اتحدث بلساني وبرايي، ورايي ده بكتبه وبنشره وغالبا لا يتفق مع راي المجلس العسكري، واذا اتفق يبقى المجلس العسكري صح، اذا اختلف مش معنى كده ان انا اللي غلط. نمره اتنين، انا لا اتحدث لا باسم المجلس العسكري ولا باسم رئيس الجمهوريه القادم ولا باسم اي احد على ظهر الارض، وده كلام انا بعتبره فيه اقلال من شاني ولا اقبله وبعتبره كلام صغار. النقطه الثانيه، قلت ان المجلس العسكري كان بيتكلم امبارح في برنامج لمده تخطت ساعتين مع ابراهيم عيسى ومع منى الشاذلي، واتيحت لهم الفرصه كامله للحديث فيما يعن لهم، واتيحت الفرصه ايضا للمقدمي البرامج ان هم يطرحوا الاسئله التي يعني تخطر على بالهم، واذا المجلس شايف ان في وجهه نظر اخرى عايز يقولها او في حاجه ما كملهاش بيطلع في كل البرامج، ما عندوش اي مشكله. ثم بالنسبه لي انا لو في حاجه عايز اسال فيها فبقول لزميلنا المحرر العسكري ومكانها النشر في جريده الاخبار مش الفضائيات. انا اعتقد هي بالونه بلا هواء، ربما اذا كان في اي تدخل. طب بما ان يسري فوده صديقك، هل تعتقد ان يسري فوده من الممكن ان هو يحتجب عن الشاشه بدون اي داعي او بدون اي تحجيم لحريته الاعلاميه؟ والله انا اتكلمت في المعلومات، بتكلم على ظني، اعتقد ان دي ممكن لاداره القناه، وربما يكون احدهم في اداره القناه حاول يوحي الي عن ان يقول له مثلا ان حاضر الدكتور علاء وحاضر ابراهيم، وان ممكن يبقى تعمل لصاحب القناه مشاكل مع الجيش، فربما تكون مبادره منهم وقربان للمجلس العسكري مش نتيجه اتصال المجلس العسكري، او قد يكون اذا ردخوا اذا كان حصل ده من المجلس العسكري فهي مساله منتقده. اذا حصل انا اعرف ان يسري اعتذر، ما حدش اجبره على الاعتذار. اذا تعرض انا ما اظنش ان يسري كان يقبل اي ضغوط لو هو اللي تلقى الاتصال، وانا لا اظن، ولا اظن كمان اداره القناه تلقت اتصالات، لان انا سالت ناس في القوات المسلحه معنيين بالاعلام هل ممكن ان ده يكون حصل؟ طب وهيحصل ليه في برنامج اذا كان الاستاذ ابراهيم عيسى عنده محطه يقدر يتكلم فيها وعنده مقال يومي وكان موجود في البرنامج امبارح؟ واذا كان الدكتور علاء عنده برنامج وعنده مقال يعني هنضغط ليه؟ وايه اللي ممكن يقال اكثر مما قيل واكثر مما يكتب وينشر ويقال يعني؟ في حاجات كتير ممكن تقال يا استاذ ياسر، ممكن يعني في حاجات كتير جدا لم تقال في البرنامج ده، وجهه نظري بقى، حاجات كتير جدا، الخطا من اداره القناه على البرنامج، الخطا من الاثنين المحاورين،
ومن المجلس العسكري اللي كان ما بيجيبش على معظم الاسئله وكان بيلف ويدور في كتير من الاسئله. على طول سالوا يس اور نو، السؤال على طول هل انت مع او مش مع؟ يعني مش كده برضو انت راجل اعلامي قدير، تمام؟ يعني ايه يعني قصدي ده لا هو دفاع عن يسري وابراهيم، وهم اذا كنت هدافع هيبقى موقفي مع يسري وابراهيم، ولا هو تبرئه لساحه المجلس العسكري، لان اذا كان في اي ضغوط هذه الضغوط مرفوضه سواء كانت مع اداره القناه او مع غيرها، اي احد يتصور انه يمكنه اعاده عقارب الساعه لوراء او انه يحاول السيطره على الاعلام واهم ولن يستطيع ولن يسمح احد. الدنيا اتغيرت، واللي لا يستطيع ان يدرك ان الدنيا قد تغيرت هيلقى نفس مصير النظام السابق.